أهلا بكم. الآن قمنا بضبط العوامل لنبدأ بتقييم التكامل. الخطوة التالية التي سنقوم بها هي التعبير عن دي اس هنا على شكل دي يو ودي في، وقد رأينا هذا من قبل. دي اس سوف تساوي الضرب المتجهي للجزء R بالنسبة ليو ضرب الجزء R بالنسبة لفي دي يو دي في. إذن أولا لنأخذ الضرب المتجهي، سوف أقوم بهذا في مصفوفة من الرتبة 3 ضرب 3 هنا. هذا النوع من المصفوفة. أولا لدينا المتجهات I, J و K، أولا دعونا نفكر ما هي R بالنسبة ليو. إنها الجزء R بالنسبة ليو. حسنا، متجه I له سيكون 1، الجزء U بالنسبة ليو هو 1، إذن متجه I له هو 1 ومتجه J له سيكون 0، الجزء V بالنسبة ليو هو 0، V لا تتغير بالنسبة ليو، إذن هذا سيكون 0. الجزء لهذا بالنسبة ليو سيكون 1. مرة أخرى، هذا الجزء لفي تربيع بالنسبة ليو هو 0، إذن هذا 1. ثم R بالنسبة لفي، الجزء R بالنسبة لفي متجه I سيكون 0 ومتجه J سيكون 1، وجزء يو زائد في تربيع بالنسبة لفي سيكون 2 في. إنها محددة مباشرة جدا، لذا لنبدأ بالتقييم. إذن متجه I سيكون 0 ضرب 2 في ناقص 1 ضرب 1، إذن سيكون -1 ضرب I، إذن نحصل على -I ثم متجه J. سوف أضع السالب في الخارج، إذن نضرب هذا الصف بهذا العمود. لدينا 1 ضرب 2 في يساوي 2 في ناقص 0 ضرب 1، إذن نحصل على 2 في، لكن متجه J الذي سيكون سالب يمكن أن يكون -2 في J. هذا العمود ضرب هذا الصف. لدينا 1 ضرب 2 في يساوي 2 في ناقص 0 يساوي 2 في. لدينا -J، إذن -2 في J. ثم لدينا متجه K. لدينا متجه K. لدينا 1 ضرب 1 ناقص 0، إذن سيكون لدينا -K. إذا أردنا اتجاه هذا، هذا الشيء هنا سيكون الجذر التربيعي. لم أخذ الاتجاه لهذا الجزء هنا. في الواقع الضرب المتجهي سيكون -1 تربيع وتساوي 1 زائد -2 في تربيع، والتي هي 4 في تربيع زائد 1 تربيع ويساوي 1. إذن كل هذا الشيء
سوف يتم تقييمه عند 2، لدينا 2. زائد 2 في تربيع دي يو دي في. وإذا أردنا، آسفة لقد أخطأت، 2 زائد 4 في تربيع دي يو دي في. وإذا أردنا أخذ 2 كعامل مشترك، يمكننا هذا نفس الشيء، مثل 2 مضروبة في 1 زائد 2 في تربيع دي يو دي في. أخذنا 2 عامل مشترك، إذن هذا يساوي الجذر التربيعي لـ2 ضرب الجذر التربيعي لـ1 زائد 2 في تربيع دي يو دي في. والآن نحن مستعدون لتقييم التكامل السطحي، إذن لنقم بهذا. حسناً، إذن دعوني أكتب هذا الشيء هنا. سوف أكتب كل شيء باللون البنفسجي. سوف أكتب دي أس هنا، الجذر التربيعي لـ2 ضرب الجذر التربيعي لـ1 زائد 2 في تربيع، ثم لدينا دي يو التي سأكتبها باللون الأخضر، ثم دي في. إذن هذا فقط الجزء دي اس. الآن لدينا واي هنا، واي فقط تساوي في، إذن واي تساوي في. هذه واي، سوف أجعل هذا واضحا جدا، وكل هذا هو دي اس، كل هذا هو دي اس. والآن يمكننا التحديد بشكل يو و في، ثم الجزء يو. يو هي نفس اكس وقيمتها من 0 إلى 1، ثم في هي نفس واي وقيمتها من 0 إلى 2. والآن نحن مستعدون للتقييم، ثم متغيرات يو وفي ليست مضطربة كثيرا، لذا يمكننا فصل هذين التكاملين. هذا ناتج تكاملين منفصلين. أولا، إذا نظرنا بالنسبة لدي يو، فإن كل الحدود باللون البنفسجي هي ثابت بالنسبة ليو، لذا يمكننا أخذ تكامل دي يو. يمكننا أخذ كل هذه الحدود باللون البنفسجي خارج تكامل دي يو هذا، ثم هذا التكامل الضعفي تم تبسيطه إلى التكامل من 0 إلى 2 للجذر التربيعي لـ2 في ضرب الجذر التربيعي لـ1 زائد 2 في تربيع، ثم نضرب كل هذا، سيكون لدينا ضرب التكامل من 0 إلى 1 دي يو، ثم ضرب، ثم لدينا دي في دي في. الآن هذا في الواقع معقد، هذا سيكون اقتران ليو، إنه ثابت بالنسبة لفي،
يمكننا ضرب كل هذا الشيء ثم فصل التكامل، لكن هذا التكامل سيتم تقييمه إلى واحد، إذن كل هذا الشيء يقيم إلى واحد، وقد تم تبسيط هذا إلى تكامل واحد، إذن تم تبسيط هذا إلى الجذر التربيعي لاثنين ضرب التكامل من v تساوي صفر إلى v تساوي اثنين ل v ضرب الجذر التربيعي لواحد زائد اثنين v تربيع dv. ونحن نقيم التكامل السطحي، وهنا هذا أساس. في الواقع يمكن القيام بالتعويض قليلا، لدينا اقتران، هذا نوع من الاقترانات، واحد زائد اثنين في تربيع. ما هي مشتقة واحد زائد اثنين في تربيع؟ حسنا، إنها أربعة في. لدينا شيء تقريبا أربعة في هنا، يمكننا جعل هذا أربعة في عن طريق الضرب بأربعة هنا ثم القسمة على أربعة هنا. هذا يغير قيمة الاقتران، والآن هذا الجزء هنا أصبح مباشر لأخذ المشتقة العكسية. المشتقة العكسية لهذا سوف تكون لدينا مشتقة هذا الاقتران هنا، لذا يمكننا فقط معاملته مثل x أو v. نأخذ المشتقة العكسية بالنسبة لهذا الشيء هنا، ونحصل على هذا واحد زائد اثنين في تربيع مرفوع للقوة واحد تقسيم اثنين مضافا له واحد. إذا واحد زائد اثنين في تربيع مرفوع للقوة ثلاثة تقسيم اثنين، ثم نقسم على ثلاثة تقسيم اثنين، ونضرب باثنين تقسيم ثلاثة، إذا ضرب اثنين تقسيم ثلاثة. إذا هذه المشتقة العكسية لهذا، وبالطبع ما زال لدينا كل هذا في المقدمة. الجذر التربيعي لاثنين مقسوم على أربعة، الجذر التربيعي لاثنين مقسوم على أربعة. سوف نقيم هذا من صفر إلى اثنين، وسوف أقوم بتبسيط هذا. إذا ضربنا باثنين تقسيم ثلاثة، ليس علينا تقييم هذا عند صفر واثنين، إذا ضرب اثنين تقسيم ثلاثة، هذا يلغي هذا ويصبح واحد وهذا اثنين. إذا تبقى لدينا هذا واحد تقسيم ستة ضرب، إذا قيمنا هذا عند اثنين يصبح لدينا اثنين في تربيع، هذا يصبح اثنين ضرب أربعة يساوي ثمانية زائد واحد يساوي تسعة. تسعة مرفوعة للقوة ثلاثة تقسيم اثنين، إذا تسعة للقوة واحد تقسيم اثنين هي ثلاثة، وثلاثة للقوة ثلاثة هي 27، إذا يساوي 27. ثم ناقص هذا الشيء عند الصفر، هذه القيمة هنا تساوي واحد، وواحد للقوة ثلاثة تقسيم اثنين يساوي واحد، إذا ناقص واحد. هذا يعطينا الجذر التربيعي لاثنين. إذا الجذر التربيعي لاثنين مقسوم على ستة ضرب 27 ناقص واحد. هذا يعطينا قيمة التكامل السطحي الذي لدينا، 27 ناقص واحد يساوي 26. إذا نحصل على 26 ضرب الجذر التربيعي لاثنين تقسيم ستة. يمكننا تبسيط هذا أكثر، وذلك بقسمة البسط على اثنين، نحصل على
13 ضرب الجذر التربيعي لـ2 تقسيم 3، وانتهينا.